الراجل الكبار اللي قدامك ده اسمه جوزيف ستالين، واللي ما يعرفوش ده كان راجل ديكتاتوري زي هتلر كده، كان القائد الثاني للاتحاد السوفيتي وقتل 9 مليون شخص، وفي ناس بتقول ان هو قتل 20 مليون شخص. انت متخيل ان راجل بالهيبة والجبروت ده كله صوته هيبقى عامل ازاي؟ في الحقيقة كنت مفكر صوته كده. В Советском Союзе для отступления требуется больше мужества, чем для наступления. ولكن ده صوته الحقيقي. Имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Лайк и фоллоу. Салям.